المطلب الاول والثاني والثالث والرابع جاني بعد 6 شهور من الطرف اللي ما صلحتش لعمل التصليح في الدار لحتى خليتها كما هي. حتى اللي جاوا معناها الخبراء من في الاسلحه والذخيره من الجيش ومن الفنيين من الامن ولقاو الكرتوش داخل البيوت نتاعي الداخل اللي هما يقولوا كل راه يطبقوا في التعليمات معقول. ويزيد التقرير نتاع وزير الداخليه ومدير العام للامن الوطني يقول لي راهو الامن كي مشى يفرق في المتظاهرين. معناها انا وزاره داري وزاره والا مجلس تاسيسي واللي جايين الظاهر قدامي. معناها انا مواطنه عاديه لاني مسيس لان انتمي لحتى حزب لعمري شاركت في انتخابات لا كنت ضد حتى حد. معناه ما نعرفش اللي صار لي كل في السابق كوم واللي صار لي ليلة 20 جانفي كوم آخر.